بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا يجوز إبقاء مواضع الشرك بعد القدرة على هدمها. قول المؤلف ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد. فصل: ما جاء في هدم مواضع الشرك والطواغيت. أن مواضع الشرك ومواضع الطواغيت والأشياء المحرمة لا يجوز تركها ولو ساعة بعد القدرة على هدمها، وذلك أن أهل الطائف لما أذعنوا للنبي صلى الله عليه وسلم وانقادوا أرادوا أن يشترطوا، فاشترطوا عليه ألا تهدم اللات إلا بعد سنة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ما يجوز لنا ذلك. قيل له بعد شهر، قال: لا، ما يجوز لنا أن نقرها ولا يوم واحد، إذا قدرنا على ذلك فيجب أن نزيلها في الحال. فمثلا استولى المسلمون على بلاد فيها قباب وفيها مواطن كفر وشرك، لا يجوز للمسلمين أن يقولوا: نتركها لكم لمدة شهر أو سنة، بل يجب أن تزال في الحال، لأن مواطن الكفر والضلال لا يجوز إقرارها. ومثل ذلك مواطن الزنا ومواطن القمار، إذا استولى عليها المسلمون يجب عليهم أن يزيلوا أثرها ولا يتركوها للناس، لأنهم وإن تعودوا على ذلك فيجب فطمهم ومنعهم من كل محرم. نعم. ومنها أنه لا يجوز إبقاء، منها من الفوائد التي تؤخذ من هذه الغزوة المباركة، غزوة الطائف وحنين وثقيف. ومنها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، فإنها شعائر الكفر والشرك وهي أعظم المنكرات، فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة، وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا وطواغيت تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل. لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أو أعظم شركا عندها وبها، والله المستعان. إذا استولى المسلمون على بلد فيها طواغيت
فيها شرك فيها كفر، فيجب عليهم أن يزيلوا أثر ذلك كله ولا يبقوها مداراة لأهل البلد. نعم. ولم يكن أحدا من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق وتميت وتحيي، وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة، وأخذوا ما أخذهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، ونشأت في ذلك الصغير ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير، وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام، وقل العلماء وغلب السفهاء، وتفاقم الأمر واشتد البأس، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين، ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. جواز صرف الأموال التي في مواضع الشرك في مصالح المسلمين، ومنها جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد والطواغيت في الجهاد ومصالح المسلمين، فيجوز للإمام بل يجب عليه أن يأخذ أموال هذه الطواغيت التي تساق إليه كلها ويصرفها على الجند والمقاتلة. ومنها من الفوائد التي أخذت من هذه الغزوة واستفيدت منها صرف الأموال المقدمة لهذه الطواغيت إذا وجدها الإمام أو نائبه أو القائد الجيش في خزائن هذه الطواغيت، فيجب عليها على الإمام أو نائبه أو من يتولى ذلك بأن يصرف هذه الأموال في مصالح المسلمين ولا يتركها مخزنة، ربما يأتي من يصرفها في مصلحة هذا القبر أو هذا الطاغوت أو هذا الشرك، بل يجب عليه على الإمام أن يبعد وسائل الشرك وكل ما يعين على بقائه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سفيان: اقبض الأموال التي في خزانة اللات الطاغوت، القبر المشرف، القبر المرفوع شأنه، المعبود من دون الله، قال: استلم الأموال التي في خزانته. ولا يقال إن هذه الأموال مقدمة للطواغيت فهي نجسة، لا يا أخي، المال لا ينجس، وإنما ينجس ويسوء صرف هذه الأموال في معصية الله جل وعلا. وأما إذا استلمت هذه الأموال فللمستلم أن يصرفها في مصالح المسلمين، فمثلا إذا كان قبر له وارد يرد إليه صدقات وإعطاء وأموال، فيجب على ولي الأمر أن يصرف هذه الأموال على الفقراء والمساكين، أو يشتري بها السلاح للمجاهدين ونحو ذلك، لأن هذه الأموال يضر بقاؤها ويحرم المسلمون من الاستفادة منها، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان أن يسدد دين عروة بن مسعود وأخيه من هذه الأموال.
نعم. فيجوز للإمام بل يجب عليه أن يأخذ أموال هذه الطواغيت التي تساق إليه كلها إليها كلها ويصرفها على الجند والمقاتلة ومصالح الإسلام، كما أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أموال اللات وأعطاها لأبي سفيان يتألفه بها وقضى منها دين عروة والأسود، وكذلك يجب عليه أن يهدم هذه المشاهد التي عروة رضي الله عنه هذا الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف يدعوهم إلى الله لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف قال له عروة أرسلني إلى قومي فإني أحب إليهم من أبكارهم من بكر الرجل أنا أحبونني حبا شديدا. فذهب قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى قومك وادعهم إلى الإسلام. فذهب فتأثر بذلك أقوام من أهل الطائف ورموا عروة بن مسعود رضي الله عنه، رموه بالنبل حتى قتلوه، قالوا هذا يسوقنا إلى محمد، رموه حتى قتلوه. فجاء ولده إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبرأ من فعل أهل الطائف ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسدد دين عروة بن مسعود. قال إن عليه دين وأنا ملزم بدينه وأبي وليس عندي سداد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسدد دين عروة لأنه قتل شهيدا رضي الله عنه. ثم قال الأسود أو أخو الأبن الأسود قال يا رسول الله ودين الأسود فإنه هو عروة سوا سوا. قال الأسود مات كافرا، مات قبل قبل أن يدعى إلى الإسلام. فقال أنا الملزم يا رسول الله بسداد دين أبي، وإن كان أبي كافر فأنا سيلزمني الدائنون بسداده وأنا ليس عندي سداد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان سدد دين الأخوين. عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه والأسود الثقفي، وإن كان مات كافرا لأن الدين سينقل من ذمته إلى ذمة ولده، ولده جاء مسلما رضي الله عنه. كما أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أموال اللات وأعطاها لأبي سفيان يتألفه بها وقضى منها دين عروة والأسود، وكذلك يجب عليه أن يهدم هذه المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا، وله أن يقطعها للمقاتلة أو يبيعها ويستعين بأثمانها على مصالح المسلمين، وكذلك الحكم في أوقافها، فإن وقفها فالوقف عليها باطل وهو مال ضائع فيصرف في مصالح المسلمين، فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة لله ورسوله، فلا يصح الوقف على مشهد ولا قبر يسرج عليه ويعظم وينذر له ويحج إليه ويعبد من دون الله ويتخذ وثنا من دونه، وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام ومن اتبع سبيلهم. يعني أن الأوقاف الموقوفة على غير الوجهة الصحيحة، الأوقاف الموقوفة على المشاهد، على القبور، على عمل غير صحيح، فيجب أن تصرف هذه الأوقاف فيما ينفع المسلمين، ولا تقر في صرفها على ما لا يجوز. فمثلا
إذا أوقف رجل شيئا من ماله على هذه المشاهد أو هذه القبور بأن تشيد ويجعل عليها ولي يرعاها وكذا ويصرف راتبه من هذا الوقف، نقول يجب أن ترغى هذه كلها ويصرف الريع ريع الأوقاف في مصالح المسلمين. نعم. فصل: وادي وج حرم. ما جاء في وادي وج، وادي وج والطائف، هل هو حرم أم لا؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. ومنها أن وادي وج وهو واد بالطائف حرم يحرم صيده وقطع شجره، وقد اختلف الفقهاء في ذلك، والجمهور قالوا ليس في البقاع حرم إلا مكة والمدينة، وأبو حنيفة خالفهم في حرم المدينة، وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه وج حرم يحرم صيده وشجره، واحتج لهذا القول بحديثين، أحدهما هذا الذي تقدم، والثاني حديث عروة بن الزبير عن أبيه الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صيد وج وعظاه حرم محرم لله، رواه الإمام أحمد وأبو داود. وهذا الحديث يعرف بمحمد ابن عبد الله ابن إنسان عن أبيه عن عروة، قال البخاري في تاريخه لا يتابع عليه. قلت: وفي سماع عروة من أبيه نظر عن هذا الوادي قالوا إنه حرم لا يجوز صيده ولا يعضد شجره، فالجمهور على خلاف ذلك، قالوا هذا ليس بثابت، ليس الحديث هذا بالقوي الذي يستدل به. وبعض العلماء قال نعم هذا حديث وإن كان ليس بالقوي لكنه يؤخذ به في تحريم هذا الوادي، يعتبر يعني كأنه حرم مكة أو المدينة الذي لا يصاد فيه الصيد ولا يقطع فيه الشجر. قلت: وفي سماع عروة من أبيه نظر وإن كان قد رآه، والله أعلم. يقول سماع عروة من أبيه فيه نظر، عروة الراوي الحديث يعني ما سمع من أبيه هذا الحديث، لأنه ما ثبت أنه أخذ عنه، وإنما هو موجود حال حياة أبيه، لكن ما روى عنه الحديث هذا. فصل: بعث المصدقين لجلب الصدقات. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عاد من الطائف في السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة أرسل المصدقين. المصدقين من هم؟ رجال يجبون الزكاة من البادية حتى لا يكلف صاحب الماشية بأن يحضر زكاته من مكانه إلى المدينة، بل يذهب المصدق ويأخذها منه، ثم عاد المصدق إن شاء نقلها معه للمدينة وسلمها للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء باعها، وإن شاء تصدق بها على أهلها. فالمصدق إذا استلم الزكاة له الحق، إن أمره الإمام بإحضارها فيجب عليه أن يحضرها، وإن قال له بعها على أهلها فله أن يبيعها عليهم، وإن قال له اقسمها على فقراء تلك البلاد
فمن حقه ذلك، فيقسم كما قال عليه الصلاة والسلام. وأعلمهم بحديث معاذ رضي الله عنه، وثم أعلمهم أن أطاعوك لذلك للصلاة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ودخلت سنة 9، بعث المصدقين يأخذون الصدقات من الأعراب. قال ابن سعد: ثم بعث المصدقين في أول سنة 9، لأن في سنة 8 فتحت مكة وأمر عليها عليه الصلاة والسلام عتاب بن أسيد، جعله أميرا على مكة، وأقام للناس الحج، لأنه توقف في دين الله وعرف، وإلا حال فتح النبي صلى الله عليه وسلم كان عتاب بن أسيد جالس في صحن الكعبة، في صحن المسجد الحرام قريبا من الكعبة. فلما سمع بلالا يؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، قال عتاب لمن معه أبو سفيان: لقد أكرم الله أسيدا حيث لم يسمع أذان هذا العبد على الكعبة، يعني يغبط أباه أنه مات في الجاهلية، لو سمعه لسمع ما يسوءه. وهذه مبخرة عظيمة، أن يرزق الله العبد الإسلام ويؤمن ويسلم ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قول الرجل في حال الجاهلية يكون وخيم وسيء القول، لكن بعدما فقه وتعلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم على مكة. وإلا فلا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم عن سوء نيته وكلامه لما سمع بلال. هو الذي أخبره، قال له: أنت يا أسيد قلت لقد أكرم الله أسيدا تكرم أباك حيث مات في الجاهلية، فأسلم عند ذلك وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقول أهل الكفر والضلال سيء، يقولون الكلام السيء العاقل، وغير العاقل ما يستحسن كلامهم، كقولهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا يقول عاقل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه أو وفقنا للتمسك بالحق. هذه مما أخذها اليماني على معاوية، لما دخل اليماني على معاوية قال: ممن الرجل؟ قال: من اليمن، يعني أنا من اليمن. قال: ما أجهل قومك، ما هذا الجهل الذي صار منه؟ قال: إنهم يقولون اللهم باعد بين أسفارنا، يعني السفر عندهم بسيط والقرى متجاورة متلاصقة، يخرج من قرية ويدخل القرية، فقالوا: اللهم باعد بين أسفارنا. فأتاه اليماني بكلام أسوأ من كلام أهل اليمن، قال: ما أجهل من قومي إلا قومك حين قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. هذه ما يقولها عاقل: اللهم إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء.
اللهم إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه ووفقنا للتمسك به. كذلك قول عتاب بن أسيد: لقد أكرم الله أسيدا حيث لم يسمع أذان هذا الحبشي، لو سمعه لسمع ما يسوءه. إن بلال رضي الله عنه كان محتقر عند أهل مكة، وكانوا يسحبونه بالرمضة على ظهره عار من الثياب حتى تورم جسمه من رمضاء مكة، والآن فوق سطح الكعبة يؤذن على عز الإسلام لما أظهره الله جل وعلا. نعم. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ودخلت سنة 9، بعث المصدقين يأخذون الصدقات من الأعراب. قال ابن سعد: ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الإبل والغنم والبقر والدواب يأخذون الصدقات كما فرضها الله جل وعلا، في كل 5 من الإبل شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 24 4 شياه، وهكذا. وفي البقر 30 تبيع أو تبيعة، وفي 40 شاة شاة، وهكذا. قال ابن سعد: ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدقين. قالوا: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال المحرم سنة 9، بعث المصدقين يصدقون العرب، فبعث عيينة ابن حصن إلى بني تميم، وبعث يزيد بن الحصين إلى أسلم وغفار، وبعث عباد بن بشر الأشهلي إلى سليم ومزينة إلى سليم ومزينة، وبعث رافع بن مكيث إلى جهينة، وبعث عمرو بن العاص إلى بني فزارة، وبعث الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب، وبعث بشر بن سفيان إلى بني كعب، وبعث اللتيبة الأزدي، وبعث ابن اللتيبة الأزدي إلى بني ذيبان إلى بني ذبيان. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدقين أن يأخذوا العفو منهم ويتوقوا كرائم أموالهم. قيل: ولما يأخذوا العفو يعني المتيسر، ما يرهقوهم بالزكاة، يأخذ المتيسر. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثم إياك وكرائم أموالهم، وإنما يأخذ الوسط، ما يأخذ الغالي النفيس عند صاحب الإبل، لأنه إذا أخذه كره ذلك. فيريد منه النبي صلى الله عليه وسلم المصدقين أن يلطفوا بأهل الزكاة ويخففوا عنهم. قيل: ولما قدم ابن اللتيبة حاسبه، وكان في هذا حجة على محاسبة العمال والأمناء، فإن ظهرت خيانتهم عزلهم وولى أمينا. قال ابن إسحاق: وبعث المهاجر ابن أمية إلى صنعاء، خرج عليه العنسي وهو بهاء، وبعث زياد بن لبيد إلى حضرموت، وبعث عدي بن حاتم إلى طيء وبني أسعد، وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة، وفرق صدقات بني سعد على رجلين، فبعث الزبرقان بن بدر على ناحية، وقيس بن عاصم على ناحية، وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين، وبعث عليا رضوان الله عليه إلى نجران ليجمع صدقاتهم ويقدم عليهم بجزيتهم. هؤلاء الرجال الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل ناحية عشان يبدون عليهم كلهم ولا يتركون منهم أحد، يتمرون على هذه القبائل ويستلمون منها الزكاة. هكذا صلى الله عليه وسلم كان جل وقته عمل ودعوة إلى الله وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد في سبيل الله،
فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: إذا حرك الإنسان ذكره لشدة الشهوة ولم ينزل المني، فهل يكون هذا الاستمناء محرما؟ معالجة الذكر هذا لا يجوز، لأن هذا يعتبر طلب المني أو استمناء ليفرغ ما في ذكره من المني، ويسمى هذا ناكح يده، ويسمى هذا باللوطية الصغرى. وهكذا ما يجوز للمسلم أن يعمل ذلك، فإن عمله فعليه المبادرة بالتوبة النصوح إلى الله جل وعلا. وإذا عمل ذلك في رمضان وأمنى، يعني نزل المني، فقد أفطر من صيامه، فعليه قضاء ذلك اليوم. يقول السائل: عندي مبلغ من زكاة مالي، فهل يجوز أن أشتري بها تمرا وأوزعه للفقراء والمساكين؟ إذا كان المال تمرا أو خارج من الأرض فيجوز لك ذلك، أما إذا كان المال إبل أو بقر أو شياه أو تجارة بيع وشراء فلا يجوز أن تخرج زكاتها من التمر، وإنما تخرج زكاتها من الدراهم التي لديك وتوزعها لا على الجيران، وإنما تعطيها الفقراء من الجيران وغيرهم، لأن الصدقات ما توزع على الجيران، إنما الجيران فيهم الأغنياء وفيهم الفقراء، ومواساة الجيران حسنة لكن من غير الزكاة. يقول السائل: بعض إخواننا في الحرم لا يكبرون مع الإمام في صلاة الجنازة، فهل عليهم شيء؟ وبعضهم يسلم تسليمتين، فهل هذا من عدم اتباع الإمام؟ يجب على المأموم في صلاة الجنازة وفي الفرائض أن يكون تابعاً للإمام، لا يجوز له أن يسلم قبل الإمام، ولا أن يكبر قبل الإمام، ولا يجوز له أن يكبر مع الإمام، وإنما يكون بعده، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فمن سابق الإمام فقد جعل نفسه إماماً للإمام، ومن ساواه فقد جعل نفسه إماماً معه، وليس كذلك، وإنما هو تابع للإمام. يقول بعضهم: بعض الناس يسلم تسليمتين في صلاة الجنازة، والإمام لا يسلم إلا تسليمة واحدة. التسليمتان جائزتان، لكن الأولى الاقتصار على واحدة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما حكم من يرمي زوجته بالزنا؟ هذا المسمى اللعان، هذا الذي يقال له اللعان، يعني ما يجوز للرجل أن يرمي زوجته بالزنا إلا إذا رآها تزني، ولا بد من أن يقسم على ذلك 5 شهادات يشهد أنها فعلت ذلك، ثم عاد هي ترد عليه ب5 شهادات بأنها لم تفعل، ثم يفرق بينهما. أما إذا اعترفت أنها زنت فيقام عليها الحد. ولا يجوز للرجل أن يرمي زوجته بالزنا إلا إذا كان رآها على ذلك، لا يجوز أن يعتمد على رؤيته الرجل يدخل الدار أو نحو ذلك، أو يقول له طفل: إن أمي تدخل مع رجل لا أعرفه،
أو نحو ذلك من هذا الاتهام، هذا لا يجوز للمرء أن يتهم زوجته إلا إذا رآها تزني. يقول السائل: ما حكم من يقتدي في الصلاة بإمام الحرم في الفندق أو ساحات الفندق؟ إذا اتصلت الصفوف في الساحات فلا بأس أن يصلي مع الإمام، أما إذا تقطعت الصفوف أو كان بعيدا عن الإمام وإنما يسمع الميكروفون فهذا لا يجوز له أن يصلي بصلاة الإمام. يقول السائل: قال في الكتاب المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا أن يقطعها للمقاتل أو يبيعها ويستعين بها، فإن باع هذه المشاهد سيشرك بها قوم آخرون، فكيف هذا؟ المشاهد التي بنيت على القبور اتخذت أوثانا لو أن يقطعها يقول لا يجوز اتخاذ هذه المشاهد ولا إقرارها، بل يجب إزالتها ومحوها عن الوجود كله لأنها مواطن الشرك. يقول السائل: في بلادنا ترفع القبور والقباب وبعضها تزار من بعض الجهلة ويبنون القباب ويقومون بتجديدها وتلوينها بالبياض، فما حكم ذلك؟ هذا محرم، والاعتناء بالقبور في الظاهر هذا ويجوز، وإنما القبور تكرم ولا ترفع ولا تهان ولا يوطى عليها ولا يمشى عليها ولا ترفع عن الأرض رفعا كبيرا، وإنما للمرء أن يرفعها قدر شبر ولا يزيد على ذراع ولا يزاد على تراب القبر ولا يجصص ولا يلون، كل هذا من الاستخفاف بالقبور واتخاذها أوثانا، فلا يجوز ذلك، وإنما القبر يحترم بحيث لا يداس بالأقدام ولا يوطى من فوقه، وهكذا فلا يوطى ولا يهان ولا يعظم ويرفع عن الأرض، وإنما يكون بحيث يعلم أن هذا قبر فيحترم ولا يوطى. يقول السائل: أم عجوز لا تستطيع السفر للحج لشدة مرضها، وهي تستطيع القيام والمشي ولكن بصعوبة شديدة وهي على قيد الحياة، فهل يستطيع ابنها أو غيره بأن يحج بدلا عنها؟ نعم، ممكن يحج عنها ما دامت ما تتحمل السفر أو يصعب عليها، وهي قادرة على نفقة الحج بحيث يقوم عنها ابنها أو غيره بحج عنها، فالحج واجب على كل مسلم قادر عليه، فإذا كان قادرا بالمال والبدن فيجب عليها أن يسافر هو للحج ويحج، وأما إذا كان قادرا في البدن دون المال فلا يجب عليه الحج، أو كان قادرا في المال دون البدن فيجب عليه أن يرسل من يحج عنه، وإن ذهب ابن هذه المرأة أو أحد أقربائها بالحج عنها فحسن، فالحج لمن استطاع إليه سبيلا، فإذا كان يستطيع النفقة لكنه لا يستطيع المشي والمسير فيجب عليه أن يرسل من يحج عنه. يقول السائل: ما حكم تخصيص العمرة في النصف من شعبان؟
النصف من شعبان لا يجوز تخصيصه بعمل، لأن هذا من البدع، وإنما العمرة تصح في سائر السنة وفي كل وقت، إلا أن عمرة رمضان أفضل من غيره بنص الشارع صلوات الله وسلامه عليه. يقول السائل: لدي بنات وأولاد وعندي بيوت وعمارة، فهل يجوز أن أكتب البيوت والعمارة على البنات دون الأولاد وذلك قبل وفاتي؟ لا يا أخي، هذا لا يجوز، بل يحرم. والمرء قد يعمل الطاعات فعند آخر حياته يجور في الوصية، يوصي للأولاد أو يوصي للبنات دون الآخرين، فيحرم عليه ذلك، فيختم له بسيء عمله، فيكون من أهل النار والعياذ بالله. وإنما كما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لا في حال الحياة ولا في حال الموت، يجب على المرء أن يعدل حيا كما يجب عليه أن يعدل عند الموت، وعليه أن يحذر الظلم والجور. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ولد صغير، يقول: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا شيئا ما، وإن أمه أمرتني أن أشهدك على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك ولد غيره؟ قال: نعم، كثير. قال: فلا أعطيتهم مثله؟ قال: لا، هذا خاص له من أجل أمه. قال: لا، إذن لا تشهدني على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أتحب أن يكونوا في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن رد هذه العطية وأعط الأولاد كلهم أو أمنعهم كلهم، وهكذا. فالرجل الذي يكتب شيئا من عقاره لبناته جائر ظالم، كما كذلك الذي يكتب شيئا من عقاره للبنين فقط دون البنات، أو للكبار دون الصغار، هذا يحرم عليه. وإنما يشترك الأولاد والبنات فيما خلف أبوهم من مال وغيره، حتى حذاء الرجل ولباسه يشترك فيه بنوه وبناته وزوجاته، كل على حسب ميراثه، للذكر مثل حظ الأنثيين. والذين يورثون البنين دون البنات أو يورثون الكبار دون الصغار، هؤلاء مقترفون للحرام، لا يجوز لهم ذلك. هذا فعل أهل الجاهلية الذين يخصصون الميراث للرجال دون النساء. يقول السائل: تاجر ذهب اختلط مكسبه وماله بين الحلال والحرام، يريد أن يتوب، ماذا يفعل؟ إذا عرف أن هذا المال الحرام لفلان، فيجب عليه أن يسلمه له ويتحلل منه. أما إذا كان لا يعرف، فعليه أن يتوب، ومن تاب تاب الله عليه. عليه أن يتوب إلى الله ويمتنع من أكل الحرام، وما دخل عليه قبل ذلك فهو له. يقول السائل: إذا أردت أن أعق على مولود جديد وأهداني صديقي خروف، هل يجوز أو لا بد من مال الخاص؟ إذا أهداك إياه
فلك أن تبيعه ولك أن تنحره تذبحه فدية ولك أن تذبحه عقيقة وهكذا، لأنه مالك فأنت تتصرف فيه كيفما شئت. يقول السائل: كيف أصل بنات عمتي وبنات خالتي، وهل أنا آثم إذا لم أصلهن؟ كل تصله بحسب حالك وحاله، ما يلزمك أن تصل البنات بأن تزورهن أو نحو ذلك ما دامت تحتجب عنك، وإنما ممكن أن تسلم عليها بالتليفون، ممكن أن ترسل لها شخص يسألها عن حاجتها إذا كانت محتاجة فأنت تساعدها، ولا يجوز للمرء أن يزور البنات في بيوتهن إذا كن لسن محارم له، من كانت أخته أو عمته أو خالته أو أخته من الرضاعة فنعم يزورها ويسلم عليها، وأما إذا كانت أجنبية منه فلا يجوز له أن يزورها ولا يسلم عليها إلا بالتليفون أو يوصي أحدا يسلم عليها عنه أو هكذا، فيجب البعد عن الشك والريب، لأنه إذا زار بنت عمته أو بنت خالته أو بنت خاله ربما شكك فيها زوجها أو نحو ذلك. يقول السائل: هل الساكت عن المنكر مع القدرة على تغييره يتحمل مثل إثم مرتكب المنكر تماما حتى ولو كان المنكر كبيرة من الكبائر؟ يناله شيء من الإثم، لكن ما يقال إن فعله وتركه مثل الواقع في الكبيرة أو نحو ذلك. يقول السائل: قدمت من المدينة إلى جدة ووصلت وقت صلاة العشاء ولم أصلي المغرب، فهل أصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا بعد وصولي جدة؟ إذا وصلت جدة وجدة بلدك فينتهي الجمع والقصر حينئذ، فإذا كان وقت العشاء فعليك أن تصلي المغرب 3 ركعات وتصلي العشاء 4 ركعات إذا كانت بلدك. أما إذا كنت وصلت جدة وقت العشاء وأنت تريد مكة وأنت قادم من بعيد، فلك أن تصلي المغرب 3 ركعات لأنها لا تقصر، وتصلي العشاء 2 ركعات إذا صليت مع جماعة يقصرون. أما إذا صليت مع إمام المسجد وإمام المسجد يتم فيجب عليك أن تتم مثله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.